احنا اليوم استضافونا اخوتنا الليبيين زي العادة دائما استضيفونا في المناسبات في ليالي العاصمة، فحبوا يعملوا يوم ثقافي فلسطيني، واحنا طبعا اكيد نستجيب دائما لاخوتنا. اليوم الثقافي في له ندوة اللي هو أنا رح أقوم فيها عن القلم الفلسطيني وإبداعه، وفي طبعا اللي هو فرقة العلي للتراث والتنمية، فرقة دبكة وفرقة تراث، وفي عنا المعروضات والرسومات اللي هي بتمثل مدننا وحياتنا بشكل عام، سواء في بالاحتلال أو كمان في الشتات، وفي طبعا جزء صغير لعرض اللي هو مأكولاتنا الفلسطينية اللي معروفة أكيد عند الكل، اللي هي زيت والزعتر وكله، وأكيد في فيديو لعرض اللي هو شوي عن تاريخنا وعن تراثنا. فبشكر طبعا أكيد أخوتنا على موقفهم وعلى وقفتهم وسندهم دائما الدائم لنا. Thank you.